يا هلا فيكم في ترند. تداولت الحسابات الإخبارية في البحرين في الإنستغرام عن نجاح فاطمة جاسم الشيخ في أنها تكون أول مدربة طيران حر داخلي في البحرين والخليج العربي بعد تفوقها في الدورة التدريبية الأولى اللي نظمتها Gravity Indoor Sky Diving Gravity. نبارك للمدربة فاطمة على هذا النجاح اللي يعكس تفوق المرأة البحرينية في العديد من المجالات، ونتمنى لها التوفيق في المراحل الجاية. قصص النجاح كثيرة في البحرين، واليوم عندنا قصة نجاح مشرفة لمملكة البحرين، وهي اللي حققتها الطالبة آمنة المريسي من مدرسة المستقبل الابتدائية. آمنة تعاني من اضطراب التوحد، وتمكنت من تحقيق إنجاز يحسب لمملكة البحرين بالحصول على المركز الأول في مسابقة الأمير سلطان بن سلمان لحفظ القرآن الكريم، ومتفوقة على العديد من الطلبة على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. نواصل سرد الإنجازات البحرينية، وهالمرة في مجال الرياضة. رواد مواقع التواصل الاجتماعي نشروا بشكل كبير خبر فوز البحرينية سلوى عيد بالميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى. سلوى عيد حققت ثالث أسرع توقيت في تاريخ المسابقة، وإحنا في ترند نبارك للبحرين على هذا الإنجاز العالمي الكبير. ضجت أمس مواقع التواصل الاجتماعي مع طرح فيلم الجوكر في قاعات السينما، وهالفيلم متصدر الترند في تويتر على مستوى البحرين والعالم، وإلى الآن الفيلم حقق تقييم 9.1 على الـ IMDB، وممكن هالتقييم يتغير في أي لحظة. ويقولون رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن هالفيلم تحفة فنية، وأداء الممثل يستحق جائزة الأوسكار بسبب حسه العالي في التمثيل. انتابع. Can you please stop bothering my kid? Sorry. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? And finally, in a world where everyone thinks they could do my job, check out this guy. When I was a little... خمسة أكتوبر هو اليوم العالمي للمعلم، وشكل هاليوم احتفاء بتنمية ونهضة الوطن للدور اللي يقوم فيه المعلم من تربية وتعليم. وبالطبع رواد مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن أهمية دور المعلم وعن ما يقوم فيه من مهام لها دور كبير في تشكيل شخصية الطالب اللي ممكن يكون أحد الأشخاص القياديين أو المؤثرين في المجتمع. وبكذي نكون وصلنا معكم لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر ومع السلامة.